وشوشة. بره في الميديا لما بيناقشوا الحاجات المجتمعية اللي عندهم، المشاكل المجتمعية اللي عندهم، لا بتلاقي الناس قاعدة بتتريق ولا بتشكك ولا بتخون. احنا للأسف الحتة دي مش عندنا قوي، احنا عندنا أسهل وأول حاجة التريقة والسخرية والتشكيك في اللي انت بتقدميه. صباح الخير يا عرب، بحب أبص عليه، بيعجبني فيه نقاعه سريع جدا. في مصر هنا بحب جدا عرض الأستاذ وائل الإبراشي للقضايا الحياتية اليومية بتاعتنا، وفي ناس طبعا بتعتبر ان ده تسخين وناس معرفش ايه وبتاع، بس انا بشوف انه ده دورنا ولازم يعمل ده. هو متميز في الحتة دي جدا الحقيقة، عرض الموضوعات الإنسانية دي وطرح الحاجات اللي في المجتمع اللي عندنا اللي ممكن تعدي عليكي كده وما تاخديش بالك منها، بس لما تلاقي موجودة على الشاشة بتتناقش تعرفي قد ايه أهمية الموضوع ده. فأنا بحب جدا وبحترم طرحه، بحترم الفيجن بتاعته في كتير من الأحوال. ممكن برضو حاجات يقدمها بيني وبين نفسي أقول لو أنا مش هقدم ده، ده وارد وبيحصل يعني، بس في المجمل طبعا بحترم اللي بيقدمه. وبحب جدا الأستاذة لميس في الاقتصاد، يعني بحبها عموما طبعا، مذيعة متمكنة من أدواتها، عارفة بتقولي، عندها طلع شاشة مختلفة، إليجنت شيك، تعرف تلبس وتهتم نفسها. بس كمان اللي بيهمني فيها قوي ان بحس انه دايما بحس انها مذاكرة قوي مواضيعها، يعني حتى لو هي لوحدها بتتكلم مش معها ضيف، هي فاهمة هي بتقول ايه. وفي الاقتصاد هي أستاذة. الصباحي كان قريب جدا لقلبي بجمهوره، بطبيعة المشاهدين اللي كانوا بيتفرجوا عليا وكانوا بيتابعونا، ولو في حلقة ما طلعتش فيها واعتذرت أو عندي سفرية، عندي ارتباط مهمة قدرتش أطلع هوا مثلا، لما يسألوا عليكي ولما تلاقي صفحتك، صفحة صباح دريم، بصفحة صباح دريم على فيسبوك، الناس كلها بتسأل فين منا فاروق، ما طلعتش النهاردة ليه بالأمانة، تقري الكومنتس دي وممكن تعنيك الدمة، إنك حاسة إنه الناس دي فعلا بتحبك وبتتابعك. فصباح دريم جمهوره ومشاهدينه كانوا أقرب لقلبي. برضو ما زلت لغاية دلوقتي ما بشوفش انه الفكرة تقدمي بالصبح ولا تقدمي بالليل، المهم تقدمي ايه، المهم توصلي رسالتك ازاي. المسائي طبعا يعني هو التوك شو، هو اللي بيعلم، هو اللي بيسمع اكتر، هو اللي بيأثر في الرأي العام اكتر يمكن، فدي النقطة المتميزة فيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.